ازيك ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه كل سنة وانتم طيبين. ايه ويا رب ان شاء الله كده عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. ايه النهاردة هنعمل مع بعض صينية الفراخ بالخضار. ايه يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي النهاردة. وصفتنا سهلة وبسيطة. ايه انا هنا معايا بصلاية مبشورة، ايه وطبعا الفراخ غاسلينها كويس، ومعايا بقى التوابل بتاعتنا. ايه هنحط البصلة وهننزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا. معايا هنا مرق الدجاج، ايه وملح وفلفل وتوم باودر، بصل باودر، ايه بهارات، ايه فراخ، ومعايا شوية كده من الكاري. ايه هدعك البصلة كويس بقى بالتوابل دي عشان انا عايزة البصلة تتشرب كويس منها. ايه وهنمسك بقى الفراخ هندعكها بقى بالبصلايه اللي احنا عملناها ديت. ايه هنتبلها بقى من بالليل. ايه لو انتي ما مش هتتبليها من بالليل، ايه ممكن قبلها بنص ساعة ايه تتبليها برضو وتحطيها في التلاجة. ايه كل ما قعدت في التتبيلة كانت احسن. ايه نتبلها بقى كويس، ايه بين الجلد كده وبعضه، ونتبلها بقى تتبيلة كويسة كده، ونحطها بقى في كيس ونحطها في التلاجة. ايه ونيجي بقى تاني يوم ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. دلوقتي بقى معايا بصل مقطعه شرايح، ومعايا فلفل الوان، وبطاطس وكوسه وفاصوليا، الخضار اللي انت تحبيه واللي انت تفضليه تحطيه. مش عايزاها بالخضار خالص، ممكن نكتفي بالتتبيله ديت وان احنا نشويها كده. دلوقتي انا هتبل الخضار بنفس التوابل اللي حطيتها على الفراخ، الملح والفلفل وتوم باودر، بصل باودر، والبهارات. ايه هقلب بقى كل ده كويس. ايه هجيب بقى الصينية اللي هعمل فيها وهنزل فيها بكل الخضار اللي معانا. ايه وهحط الفراخ على وش الخضار كده. ايه وهولع بقى عليها البوتاجاز شوية يدوبك تغلي كده. ايه وبعدين بقى احطها في الفرن. ايه هتبقى بقى بالشكل ده كده. احطها بقى على البوتاجاز، ممكن نحطها في الفرن على طول بس انا عشان كنت مستعجلة عايزاها تغلي على طول. ايه وده كده كان شكلها. ايه وبجد كان طعمها تحفة تحفة تحفة. ايه وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم.
وما تنسوناش بقى من اللايكات بتاعتكم والتعليقات الحلوة بتاعتكم، وإن شاء الله استنونا في فيديوهات تانية.